سباق الخير هيا. بسم الله الرحمن الرحيم. المادة اللغة العربية، الموضوع القراءة. هذه يا اخوان مدرسة ابتدائية لأهل السنة في هذه المنطقة الفقيرة جدا في جمهورية النيجر. هذه المدرسة الوحيدة الابتدائية في هذه المنطقة، وهم بحاجة إلى بناء 6 فصول دراسية للمرحلة الابتدائية، تكلفة كل 3 فصول 4500 دينار. كما تشاهدون المدرسة مبنية من الطين وسقفها من القش، فنسأل الله عز وجل أن يبارك في أموال المتبرعين وأن يجزيهم كل خير، فنهيب بأهل الخير لبناء مدرسة لأبناء أهل السنة في هذه المنطقة ليحفظوا أبنائهم ويتعلموا دينهم.